كثيرا ما أتوضأ داخل الحمام، هل يجوز ذلك خاصة مع عدم وجود مكان آخر للوضوء إلا في الحمام؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس للوضوء في الحمام إذا لم يكن فيه نجاسة تصيب ثيابك أو بدنك، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وحتى لو كان فيه مكان آخر فتوضؤك في الحمام نجي وصحيح إذا استكملت أحكام الوضوء وأتيت به على الوجه المشروع.